هدفنا هو نشر دين الله عز وجل في الأرض. إن آية التوبة وآية الأنفال قد نسخت كل معاني الجهاد والدفاع، فنحن جيش هجومي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والله ما خرجنا من المدينة لنقاتل فارس والروم لأنهم احتلوا أرضنا أو اغتصبوها، إنما لنفتح أرضهم ونحولها إلى دار إسلام فقط ولنشر دين الله. بلغت الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين دار الإسلام 6 ملايين كيلومتر مربع، وفي عهد الدولة الأموية 11 مليون كيلومتر مربع، وفي عهد الدولة العباسية 33 مليون كيلومتر مربع، وفي عهد دولة الخلافة العثمانية 10 ملايين كيلومتر مربع، وستبلغ دولة الخلافة الثانية في عهدنا قريبا إن شاء الله 510 ملايين كيلومتر مربع، أي الكرة الأرضية كلها. لن يحرر فلسطين والأرض المقدسة إلا من حمل سيفه وحمل سلاحه ليعيدها إلى دار الإسلام، وتحصير حاصل لقتل كل يهود فيها.